لم يكن فاينورد وحده، بل ثقافة كرة القدم برمتها في هولندا مرت بتغيرات دراماتيكية. كان هذا مجتمعاً مرتكزاً على الليبرالية، مجتمعاً شكك بالأعراف الراسخة وثمن مبدأ العمل. أضف إلى ذلك جيلاً من اللاعبين الموهوبين، ما أسفر عن كرة القدم الشاملة. حين بلغ العملاق الإيطالي جوفنتوس لأول مرة نهائي الكأس الأوروبي عام 73، واجه فريق أجاكس الذي استطاع لاعبوه تبادل المراكز بسهولة، وهذا أكسبهم 3 كؤوس أوروبية. عبارة كرة القدم الشاملة برزت حين كان أجاكس يلعب بأفضل حلله في السنوات الأخيرة لي معه. مع ذلك من الممكن، وأنا لا أشك بذلك، أن تكون فرق أخرى بتاريخ كرة القدم كالمجريين وربما النمساويين قبلهم مع ويندر تيم لعبوا كرة قدم يمكن اعتبارها شاملة، إذ كان لديهم فرق قوية جداً.